السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنبتدي بمجموعة جديدة من الأردروبات. أول أردروب معانا كنا شرحناه امبارح، كان خاص بعملة اسمها كوميت. الأردروب بعت لي بالفعل، أنا سأعتبر سجلت امبارح وبعت لي النهاردة. كان نفتكر مع بعض كده الأردروب. الدروب كان كالتالي، عبارة عن بتحل كاباتشا أرقام بكتبها لك، تكتب نفس الأرقام، بعد كده تنضم لجروب تليجرام، بعد كده بيقول لك اعمله فولو على تويتر. بعد ما بتعمل فولو على تويتر بتحط له اليوزر بتاعك، وبعد كده بتحط رقم محفظة الإيثيريوم والت. تمام. الدروب كان بيدينا نص قطعة من العملة عشان عملة توتال سبلاي بتاعها قليل، فسعرها هيبقى مرتفع قوي بإذن الله. تاني حاجة كان بيديك عن كل حالة 0.1 تقريبا. نبص كده، هو بعت لي تقريبا نص المبلغ او بعت لي المبلغ، بس ناقص تقريبا الرسوم. ولو بصينا كده هنا على التحويلات بتاعته على الكون على الايزر سكان، هو بعت بالفعل ناس كتير. فارد روب صادق، وباذن الله اللي ما سجلش فيه سجل فيه النهارده. نخش بقى كده على الدروب اللي بعده، خاص بعملة اسمها اي بي اس او انرجي بلس. اير دروب كالتالي، اول ما بيفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده. كل المطلوب منك ما تعملش حاجه من المهام اللي هنا دي، انت هتدوس على كلمه ايرن اي بي اس، هيبتدي معاك اول حاجه نظام جروب تيجرام اول وتاني وتالت. تمام. بعد كده تحط له، يطلب منك رقم المحفظه بتاعتك، بتحط له رقم المحفظه. بعد كده يعتبر اير دروب خلص. هو الاير دروب عباره عن اشتراك في 3 جروب تيجرام، وبتحط له المحفظه، بيديك 250 قطعه من عمله اي بي اس. الدروب اللي بعده مكون من جزئين. الدروب اول حاجه بيتطلب عشان يبقى عارفين انت تنزل له محفظه على الموبايل عندك، سواء على الاندرويد او على الايفون. الدروب اما يفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده. اول حاجه بيقول لك معاك اختيار انت تنزل المحفظه على الاندرويد او على الايفون، اي اختيار فيهم هتشوف. بعد كده بيطلب منك تعمل له فولو على تويتر، بعد كده انضم لجروب تليجرام اول وتاني. تمام. بعد كده انت لو دوست له على كلمة اي تي اتش ادرس بتحط له، بس يعتبر هنا هتستعمل برضو انت كده كده الفورم، يعني انا هوضح لكم الكلام ده، يعني انت الاثباتات سواء اي مهمة من المهام هتستعمل فيها الفورم، مش هنا. انت تنزل اول حاجة المحفظة وتعمل مهمة برضو، وبعد كده هتيجي على كلمة فيكريشن فورم، دي المهمة. هنيجي كده، ده الفورم اللي هو هيدولك نفسه جوه الدروب نفسه. بتيجي هنا بيأكد عليك انت انضميت لجروب تليجرام، وبيجي هنا بيطلب منك اليوزر التليجرام بتاعك ورقم محفظة الايثيريوم على البرنامج او الاي بي بي اللي انت هتنزله. هنا اليوزر بتاع تويتر، طبعا كنا عملت له فولو على تويتر. وهنا طلب اضافي في المهمة التانية، نحط بس يوزر تويتر الاول بتاع الاول. هنا طالب منك تنضم للبلوج بتاعهم ده او الموقع ده. الموقع ده عامل زي موقع بيتكوين توك، بتحط فيه مثلا مقالات وهكذا. انا شفت اعمل اي دروب، بيقول لك اشترك في الموقع، وبعد ما تشترك حط اي بوست، اكتب اي بوست اي دروب، اعمل اي اعلان عن اي دروب جوه الموقع نفسه، وخد البوست اللينك بتاعه وحطه هنا. يعني انا مثلا خلاص عملت الايه، كان فيديو من الفيديوهات بتاعتي حطيته كبوست. اوضح لكم الدنيا، انت سجل عادي تسجيل ما فيش اي مشكله. هتيجي هنا على فورم، بعد ما تسجل هتيجي هنا مثلا انت عندك اير دروب عاوز تعمل له مثلا تجيب له احالات، هتيجي هنا على كلمه اير دروب، هتيجي هنا تقول له بوست سيرت، يعني هعمل ايه، هعمل زي مقاله هعلن اعلان. هتحط هنا عنوان الاير دروب بتاعك، وهنا مثلا البنات بتاعته برابط الاحاله بتاعك وكل حاجه، تقول له بوست سيرت. بعد ما تعمل ايه بوست سيرت هيديك ايه عنوان اللينك بتاعك بتاع البوست اللي انت عملته، هتيجي تحطه له هنا في اخر خانه وخلاص. نخش على كده الدروب اللي بعده. الدروب ده برضه دروب مركبة، والربح بتاعه بنتكلم مثلا في 100 دولار تقريبا. الدروب كالتالي، أول حاجة مطلوب منك إن أنت تسجل في المنصة دي، اسمها نيو إكسل. بعد ما هتسجل هتخش على كلمة أسيست مانج أو الرصيد بتاعك، يعني هتيجي على العملة اللي اسمها كوينكس كوين، وتنسخ أوت إيه كريت عنوان المحفظة ليها.
يعني هتسجل اول حاجه في المنصه، وبعد ما هتسجل هتخش على العمله اللي اسمها كوينكس كوين، دي هتكريت العنوان بتاعها عشان دي اللي ايه العمله هتوصل لنا عليها. نيجي بعد كده الدروب كالتالي، الدروب هو صيني بس ارجعوا اللغه الاصليه بتاعتكم عشان يبقى واضح. تمام، ده ايه ده شكل اللغه، اول ما هيفتح معاك الدروب هيفتح معاك بالشكل ده. نرجع بقى نترجمه. تمام، اول مهمه طلبها مننا ان احنا الايميل بتاعنا، بعد كده طالب منك الاسم بتاعك على برنامج كاكو. برنامج كاكو وكاكو طالب منك الدروب ده، لازم انت تكون في لينك انا هسيبه لكم زي جروب كده على على برنامج كاكو. برنامج كاكو ده عامل زي التليجرام، بتشترك في جروب من الجروبات بتاعته بالظبط زي التليجرام انت. المهم هسيب لك لينك الجروب بتاعهم على كاكو هتشترك فيه، وهتيجي تحط اليوزر بتاعك على كاكو هنا. تمام، وهنا ده الايميل بتاع صاحب الحاله انا مسجل عن طريقه، هسيب لك برضو الايميل بتاعي استاذنك تسيبه زي ما هو. اخر حاجه هنا رقم محفظه بتاعت عمله كوينكس احنا قلنا عليها، ناخده كده من هنا. تمام، يبقى كده الدروب انتهى معانا. خش بقى كده الدروب اللي بعده. الدروب ده اول ما يجي يفتح يسجل معاك، يعني هسيب لك اللينك اللي هتسجل عن طريقه، هتلاقيه عبارة عن مربع في النص، طالب منك انت تحط له محفظة برضه. الدروب ده برضه من الدروبات اللي هي بتطلب انت تنزل لها محفظة على الايه على الموبايل عندك. هتلاقيني سايب لك لينك المحفظة، هي المحفظة هي عبارة عن بتنزل على الاندرويد محفظة اسمها زيلا ايفنت ويلت. تمام، هتنزل المحفظة وبتسجل فيها زي اكنك بتسجل في اي موقع عادي، سهل التسجيل فيها مفيش اي مشكلة. تمام، بعد كده هتكريت جوه المحفظة عنوان لعملة زيلا، وهتيجي تحطه في اللينك اللي هو بتاع اللي انا هسيبه لك عشان تقدر تفتح الدروب. يعني الدروب عشان ينتقل معاك للمرحله دي لازم تجيب له عنوان محفظه عمله زلا من هنا، هتنزل البرنامج وبعد كده تحطه هنا هو عشان يفتح معاك الدروب. العمله خلاص قربت تنزل في كل ماركت كاب، فريت نلحقها قبل ما تنزل بحيث ان سعرها قبل ما يرتفع. المهام سهله بعد كده، بعد ما تحط رقم محفظه كل المطلوب منك فولو على تويتر، فولو على الفيس، ميدم هنا، يوتيوب هنا، هون جروب تليجرام، بلوج هنا، هتعمل له ريت على جوجل بلاي، هنا هتعمل له تويت نفس القصه. خش بقى كده الدروب اللي بعده. الدروب ده برضو مركب، اول حاجه هنسجل في موقع العمله اسمها بافيلا. تمام، بعد ما هنسجل مطلوب مننا الاتي، هتسجل وطبعا متفعل. بعد كده هتلاقيني سايب لك الصفحه دي لسه ما اشتغلتش عليها، دي المهام المطلوبه. هتنضم طبعا انت كده سجلت في الموقع، دي اول مهمه اللي هي كلمه ويب سايت. بعد كده هتنضم لجروب تجرام، بعد كده فولو على الفيس، فولو على تويتر، فولو على مينو، وبعد كده بتقول له كلمه ابلاي وبتحط البيانات بتاعتك. تمام، بس هو طالب منك طلب ان انت ايه لازم تربط اول حاجه تعمل تفعيل اولي على الموقع وتربط رقم الموبايل بتاعك، ودي سهله. بتخش على ثانيه واحده بروفايل او سيتنج اهي، هتعمل كل حاجه لوحدها. يعني دخلت خلاص على سيتنج، هتيجي اول حاجه هتختار من هنا كود الدوله الموبايل وكده كام رقم موبايلك، ويبعت لك ايه كود تفعيل وتفعل، وهتحط هنا رقم، هتحط هنا يوزر نيم يبقى خاص بيك وتقول له كلمه سيف. يبقى كده اول دي اول مرحله. بعد كده تحط هنا اسمك الاول واسمك الاخير وتاريخ الميلاد وتقول له سيف، تختار الدوله وسيف. ده كده يعتبر انت فعلت ايه تفعيل اول هي كي واي اس 1، وكمان ربطت رقم موبايل. تعالى نعمل مهام مع بعض، انا لسه كده ما سجلتش فيها. اول واحده هنقوم لجروب تليجرام، المهمه اللي بعديها فولو على الفيس، نفتحهم كلهم مع بعض كده عشان ننجز. نخش على اول واحده فيهم الفيس، نعمل لايك اهو، وبعد كده على التويتر فولو، وبعد كده على موقع ميدا فولو برضو. تمام، نرجع تاني هنقول له هنا ابلاي، هنا اول حاجه نحط الايميل بتاعنا اللي احنا مسجلين بيه في الموقع.
بعد كده هنا يوزر التليجرام اللي احنا سجلنا بيه، بعد كده فولو. هو مثلا بالنسبة لتويتر يبقى لازم فولو ريتويت بلس ريتويت. تمام، احنا عملنا ريتويت عادي، متأكد كده؟ لا ما عملناش. يبقى لايك ريتويت، وعاوز مني هنا اليوزر بتاعي على تويتر. بعد كده لينك بروفايل، وطالب مني ان اعمل شير برضو على الفيس. يبقى لايك شير. ناخد لينك البروفايل، بعد كده طالب مني ان اعمل له فولو على ميدم، وعاوز مني يوزر بتاع ميدم. تمام، احنا عملنا له فولو. ناخد اليوزر، بعد كده we need leave ID email. انا بتهيألي حطيت الايميل في الاول خالص، نتأكد كده. نرجع، مش كان اول حاجة طلبها تقريبا مننا الايميل؟ نحط برضه الايميل مرة تانية، مش مشكلة. نطلب محفظة الايثيريوم موليت. تمام، بس نقول له جون اور دروب سبمت. تمام كده الاير دروب يعتبر خلص. معنا برضو الاير دروب اللي بعده خاص بعملة اسمها سبرينج رول. دروب يعتبر مكون من جزئين، اول جزئية ودي في حد ذاتها تعتبر مكسب ليك انت. العملة كده كده بعد ما تجمع منها وبرضو تروج رابط الحالة بتاعك تقدر تبيع العملة دي. العملة دي موجودة وسهلة، تقدر تبيعها على منصات اللي هي العملة اسمها رول. تمام، بتسجل في الموقع هنا عادي، وتسجيل سهل. ممكن تسجل عن طريق الفيس او عن تويتر، او تقدر تسجل عن طريق بياناتك عادي، يقول لك كنت فعلي على الايميل اللي هو المعتاد بتاعنا. تمام، عبارة انت هتسجل برضو زي ما قلنا كده في الموقع، بس هتلاقي تقريبا بيديك 500 قطعة من العملة رول نفسها. تقدر تسحب بعد كده لما توصل بإذن الله مش عارف تقريبا 2000 أو 3، وتقدر تكسبهم عن طريق مهام موجودة هنا. انت بتروج رابط الأحالة بتاعك، بتنزل في مهام كل فترة بينزلوها، وفي حتة انت لو فعلت وثائق دي فيها 1000 لوحدها، 1000 قطعة لوحدها، وهكذا. تمام، فالموقع ده في حد ذاته مكسب ليك اللي هو موقع سبرينج رول. يبقى أول خطوة معانا هنسجل في الموقع ده. بعد كده معانا هم منزلين ايردروب جديد. التوزيع بيقول لك ان هو 500 دولار، هيبقى فيها مكسب حوالي 500 دولار. نيجي للمهام، انا لسه ما اشتغلتش عليها، نشوف كده اول مهمه معانا. انتر كونفيرم اللي بدي عليها بمجرد انا بدوس هنا. هنا هنعمل له فولو على تويتر. ودي بالفعل تمام، لا فولو بس، وهكذا. هنكمل بيت المهام بتاعتنا دي، ما فيهاش اي مشكله. وتاخد برضه رابط الحاله بتاعك عشان تروج. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده خاص بموقع اسمه ليفر تري او ليف تري. الموقع ده بيدينا 5 قطع من عمله اسمها سيد. تمام، الموقع ده في اوله بيدي ايه، بيوزع ما فيش اي مشكله، وبيزود عن طريق الاحالات. ممكن نستغله في اوله، عامل زي موقع هذا، وعامل زي موقع الفا، وعامل زي موقع كتير من اللي بتوزع عملات. كل اللي عليك انت هتسجل، وتسجيل سهل مفيش اي مشكله. ولو لسه برضو انا ما اتعمقتش في الموقع، نشوف برضو ممكن طرق مكسب فيه، ممكن عن طريق بوستات او حاجه زي كده، لسه ما اتعمقتش فيه. بس مبدئيا هو الموقع انت مجرد تسجيلك بتلاقي ينزل لك رصيد 5 قطع من العمله. تمام، والتسجيل بتاعه ما بيطلبش مهام خاصه او حاجه خاصه. ممكن نبص بس على الاكونت عشان لسه ما اكتشفتوش، نشوف اذا كان في طلب خاص، ممكن تفعيل وثائق او حاجه زي كده.
هنا جايب تاريخ التسجيل ورابط الإحالة، ده من أكاونت. بص كده على الويت ليست بايمنت، بص على ويزرو. تمام. طب هو فاتح حتة السحب حاليا، يو هاف نو ويزرو فاند، انا لسه ما هي ما سحبتش. انفايت فريندز وهكذا. تمام، احنا كل اللي علينا نروج دلوقتي رابط الاحاله بتاعتنا، نسجل ناخد الخمس قطع نضمنهم الاول، وبعد كده نروج رابط الاحاله بتاعتنا، وفي لو في جديد هبلغكم بيه برضه. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعمله اسمها توكو. العمله دي قربت تنزل، يعني فاضل لها اسبوع اسبوعين حاجه زي كده هتنزل على منصه باينانس، فياريت نستغلها ونلحقها باذن الله كلنا نكسب من الاير دروب ده. اول حاجه فاضل 4 ايام، تاني حاجه هتنزل قريب على منصه باينانس. السعر طبعا انا ايه كده كده اي معظم المواقع او الشركات بتحط لك سعر مبالغ فيه في الاول، 1000 دولار او هكذا. احنا نتمنى ان هي توصل للسعر ده اول نص حد. المهم المهام بتاعته سهله، انت اول مهمه هتلاقي بس الاير دروب فاتح معاك على مهمه اولانيه تويتر، اللي هي المهمه دي انا عملتها خلاص، مش هيفتح معاك بقيه المهام غير لما تعمل الاولانيه دي اللي هي ايه ريتويت على تويتر. بتدوس على كلمه بوست دي وبتعمل ريتويت، وبترجع تدوس له هنا عشان تاكد المهمه. بعد كده هنا مثلا ايه طالب مني، مجرد بس كنت ان هو يبعت لي رساله على الايميل. هنا فولو، هنا فولو فولو فولو، جون انضم لجروب تليجرام. مهام سهله ودي كلنا هنسجل فيها قبل ما ينتهي، وهو كده كده ما فيهوش احلات، انت بس اللي عليك ان انت ايه بتسجل، وباذن الله كلنا هنكسب منه. ده كان اخر حاجه معانا كده، اتمنى يا رب يكون شرح عجبكم النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.